أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك آية من سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 15. أخبار الأيام الأول أصحاح 15 آية رقم 22. وكنانيا رئيس اللاويين على الحمل مرشدا في الحمل لأنه كان خبيرا. أرى الآية دي مرة كمان. وكنانيا رئيس اللاويين على الحمل، هتلاقي الحمل دي في بعض الترجمات تيجي على الغناء، مرشدا في الحمل اللي هي في الغناء لأنه كان خبيرا. عزيزي المشاهد، ايه المقصود بالحمل؟ المقصود بالحمل هو الكلمة دي في اللغة العبرية، الكتاب المقدس اتكتب العهد القديم بالعبري، العهد الجديد باللغة اليونانية. في الأصل العبري لكلمة حمل هنا معناها على رفع الأصوات، يعني على مسؤول عن زي ما قالت بعض الترجمات عن الغناء، بيقود الغناء، يعني مايسترو. عارف المايسترو اللي بيحرك الفرق الموسيقية؟ كنانيا كان ده دوره، لأن الأصحاح 15 بيتكلم عن تابوت العهد. لما هيدخل أورشليم هيبقى في موسيقى، في أغاني روحية، فمحتاجة عازفين، محتاجة شخص يقود العزف والغناء. مين اللي يقود العزف والغناء؟ كنانيا. طب ايه الرسالة اللي ليا وليك في هذه الآية؟ في حاجتين مهمين جدا، رسالتين لينا كلنا. الرسالة الأولى هي استخدام المواهب الطبيعية اللي اتولدنا بيها. يعني انت اتولدت بتعرف عندك موهبة انك تعزف موسيقى، او عندك موهبة موهبة صوت دي، او عندك اي موهبة اخرى. في مواهب اتولدنا بيها في الميلاد الجسدي. هنا يقول ايه كنانيا؟ ليه كان هو قائد القائد في الغناء والتسبيح؟ يقول لك هنا لأنه كان خبيرا. خبيرا يعني ماهرا، الكلمة في العبري تعني كده المهارة، الشطارة. كان شاطر في الغناء، كان شاطر في تمييز الصوت، امتى يعلى امتى دول يعلوا، في لما يقولوا المزمور ده في الحتة دي يعلوا صوتهم. فهو شاطر في ده، عنده موهبة. دي مش موهبة روحية، يعني دي مش موهبة خدها لما بيعيش مع الرب، لا، دي موهبة موجودة فيه أصلا. مهم إن المواهب اللي فينا أصلا نكرسها لخدمة الرب، مهم جدا. يعني أنت عندك موهبة رسم، دي مش موهبة جات لك نتيجة إنك أمنت بالرب يسوع ولا انك امتلأت بالروح. دي مش موهبة روحية، دي موهبة طبيعية. موهبة الرسم طلعت ترسم كويس، او طلعت عندك تذوق للألوان هايل، دي موهبة طبيعية لازم تسخرها لخدمة الرب. تابوت العهد هنا بيرمز لإيه؟ الرب يسوع. دي اول رسالة. لو انت ليك علاقة حقيقية بالرب يسوع، يبقى كل المواهب الطبيعية اللي عندك تسخر وتستخدم لمجد الرب. تعرف تعزف، يبقى لازم تهتم بالموهبة دي وتطورها. شوف يقولك لأنه كان ماهرا، يعني المهارة بتيجي من حاجتين، موهبة طبيعية، وأن الموهبة دي زي ما يقولوا تسقل، أو يعني بالتمرين بالتعليم. ما يكفيش أنك أنت بتعرف تعزف، لكن تعرف تعزف وتبقى شاطر في العزف، مهم جدا. يقول هنا الكتاب لأنه كان خبيرا. يبقى الرسالة الأولى أن احنا
لا نزدري، لا نحتقر المواهب الطبيعية. المواهب الطبيعية ما تقوليش قصدي أنا اتولدت بيها بالجسد، لا، أنت اتولدت بيها لكن تستخدمها لمجد الرب. يعني مواهبنا الطبيعية تستخدم لمجد الرب. دي الحاجة، دي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أن لازم نبقى شطار، يعني في الخدمة لازم أحسن حاجة نقدمها للرب. يعني هم اختاروا ده بالذات ليه؟ لأنه كان مش بس عنده الموهبة، ما اللي بيعزفوا اللي بيغنوا عندهم مواهب، إنما أحسن واحد، أحسن واحد في الشطارة، في المهارة. دي الرسالة التانية، نحن في عمل الرب نقدم للرب أحسن حاجة، أحسن حاجة نقدمها للرب. يعني لو هيبقى في صور في الكنيسة يبقى أحسن صور، ناس مؤمنين بيرسموا، ناخد مش كل واحد يرسم، لا، أحسن حاجة تتعمل للرب. طب والباقيين ليهم أدوار، يعني ممكن يساعد في رسم اللوحة، ممكن يساعد في الإعداد. كان في مغنيين كتير، لكن اللي هيقود الغناء في الوقت ده شخص عنده موهبة وأشطر واحد. يقول كده الكتاب، لأنه كان، دي معنى كلمة خبيرا ماهرا. يبقى في رسالتين في عمل الرب، لازم أحسن حاجة تتقدم للرب، أحسن حاجة موجودة تتقدم للرب. الرسالة التانية إن المواهب الطبيعية اللي إحنا نمتلكها زي المواهب الروحية، زي ما المواهب الروحية تستخدم للخدمة، تستخدم لمجد الرب، المواهب الطبيعية أيضا تستخدم لمجد الرب، لكن تستخدم تحت هيمنة الرب. يعني عندي موهبة طبيعية مش أرسم رسم، مش أرسم أي صورة، لازم الرب يرشدني في الصورة. عندي موهبة طبيعية في العزف مش أعزف أي ترنيمة، لا، لازم وأنا بعزف أبقى مقاد من الله. يعني الموهبة الطبيعية تبقى تحت هيمنة الرب. عزيزي المشاهد، 100% أنت اتولدت عندك إمكانيات، مفيش واحد اتولد من غير إمكانيات. الموهبة، المواهب اللي عندك حتى لو كانت قليلة، حتى لو كانت درجتها مش هايلة، استخدمها، استخدمها لخدمة الرب، استخدمها كما يقودك الرب. تقول لي يعني أعمل إيه؟ يعني صلي كده واركع وقول له يا رب بين لي المواهب اللي عندي، سواء كانت مواهب طبيعية اتولدت بيها أو مواهب روحية أنت عطتها لي لما أنا اتولدت الولادة التانية أو اتمليت بالروح. في مواهب الرب بيديها، مواهب روحية زي مثلا النبوة، كلام النبوة، كلام العلم، كلام الحكمة، مواهب الشفاء. فأنت تركع كده وتطلب من الرب أنه يكشف لك المواهب بتاعتك، ما تكتفيش بأن يبقى عندك مواهب، استخدمها واتعلم. لو مواهب طبيعية اتعلم، اتمرن، لو بتعرف في الموسيقى اتمرن أكتر وأكتر 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 عشان تبقى شاطر، عشان تقدم للرب ايه؟ أحسن حاجة ممكنة ليك. أحسن حاجة، مش أحسن حاجة اللي اتولدت بيه بس، لا، اللي اتولدت بيه محتاج يتطور. بترسم بس محتاج تتشطر في الرسم، بتعزف بس محتاج تتشطر في العزف، بترنم صوتك حلو، صوتك يحتاج تمرين. لازم تقدم للرب أحسن حاجة ممكنة ليك. هنا في الآية دي أحسن حاجة اتقدمت للرب. عزيزي المشاهد، تعال معي الآن إلى سفر الرؤيا أصحاح 20، بنكمل التأمل في هذا الأصحاح، شخصيات أصحاح 20. وكنا بنتأمل في الناس العظماء الشهداء اللي هيبقوا في وقت الضيقة، السبع سنين الأخيرة، سواء في الجزء الأول منها اللي هو 3.5 سنين الأولى اللي تعرف أو للرب وصفها بمبتدا الأوجاع، أو النصف الثاني اللي هو الضيقة العظيمة. عندنا مبتدا الأوجاع 3.5 سنين، وعندنا الضيقة العظيمة 3.5 سنين، الاثنين مع بعض كام سنة؟ 7 سنين.
المؤمنين الحقيقيين اللي هيموتوا في هذا الوقت 7 سنين، ايه اللي هيحصل؟ ان في نهاية 7 سنين والرب هيجي، وبعدين هيحصل لهم ايه؟ هيقاموا من الموت، يعني اجسادهم هتموت، يعني نفوسهم هتبقى موجودة مع الرب، انما اجسادهم هتقوم من الموت. وهتقوم بايه؟ هتقوم زي المؤمنين بتوع العهد الجديد. اجسادهم قامت في الاختطاف ازاي؟ اللي كان ساعة الاختطاف وكانوا ماتوا، اللي ما كانوش ماتوا خلاص مش هيموتوا لما يجي الاختطاف من المؤمنين العهد الجديد. اللي ماتوا زي ما عرفنا كتير في الحلقات سابقة، اللي ماتوا هيقوموا، أجسادهم هتقوم وتيجي بقى نفوسهم أو أرواحهم يعني، وتتحد بأجسادهم، بس أجسادهم هتبقى تتغير، مش هيقوموا بنفس الأجساد اللي ماتت، لا دي هتبقى أجساد سماوية اسمها كده ممجدة. فدول كمان مع نهاية الضيقة، نهاية 7 سنين ومجيء الرب، أجسادهم هتقوم، وهتبقى مش هتقوم أجساد طبيعية، لا هتبقى أجساد ممجدة وتتحد بنفوسهم، يعني هيبقى كل واحد فيهم ليه جسد ممجد. وهيبقوا فين؟ زي ما شرحنا قبل كده، هيبقوا في أورشليم السماوية، وهيملكوا مع الرب. يقول لك فعاشوا، عاشوا يعني ايه؟ قلنا التعبير ده، انا بلخص اللي فات، التعبير عاشوا هنا زي ما هو مستخدم في سفر الرؤيا معناها قيامة الجسد. عاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. هيملكوا ازاي؟ هم هيبقوا مع الرب، مكان السكن بتاعهم مع مكان سكن مؤمنين العهد الجديد، مع مكان سكن مؤمنين العهد القديم. دول هيبقوا في أورشليم السماوية بأجساد ايه؟ ممجدة. هيملكوا ازاي مع الرب؟ طب ده ان في ناس تحت هيملكوا عليها، مين الناس اللي تحت؟ دول اليهود اللي امنوا بالرب يسوع في مجيئه، ودول اللي كانوا جزء كبير منهم اللي استخبى او هرب من الوحش، راح الجبل او راح زي ما بيقولوا اغلب المفسرين هيروحوا منطقة بترا، شرحنا ده. دول هيبقوا موجودين بقى على الارض، الناس عادية لكن مؤمنين واخدين الولادة التانية، ابنهم بالرب يسوع. هيبقى موجودين كمان في العالم، في بلاد العالم، الناس اللي امنت بالرب يسوع نتيجة كرازة 144,000، شرحنا ده قبل كده. فالعالم هيبقى يبدأ الملك الألفي مؤمنين، كله مؤمن، يفش ولا واحد غير مؤمن، شرحنا قبل كده. أنه هيبقى في فترة بين نهاية الضيقة العظيمة وبداية الملك الألفي، شرحنا ده من خلال سفر دانيال الأصحاح الأخير، أن في فترة صغيرة هيحصل فيها ايه؟ تنقية. الرب هينقي الارض من كل الخطاة، كل اللي هيبدأ بيهم الملك الالفي كلهم هيبقوا مؤمنين وخدوا الولادة التانية. دول هيبقوا على الارض، اللي هيحكمهم بقى مين؟ المؤمنين اللي واخدين اجساد سماوية، وهيبقوا موجودين فين؟ في أورشليم السماوية. وشرحنا أن أورشليم السماوية هتبقى فوق أورشليم اللي تحت، أورشليم اللي تحت بتاعت الملك الألفي هتبقى فوقها كده، منظر جميل جدا لأورشليم السماوية. واللي بالأجساد الممجدة هيملكوا إزاي؟ هيبقى ليهم زيارات بقى للأرض. وتقول لي فهمنا أكتر، أقولك ده شرحناه قبل كده في حلقات سابقة قديمة، وقلنا ان هيبقى حالهم حال الرب يسوع في 40 يوم بعد ما قام من الاموات. الرب اول واحد يقوم كانسان، هو اله وانسان بجسد ممجد، عشان كده اسمه البكورة، ان ده اول شخص يقوم بجسد ممجد، لان في ناس اموات قامت قبل كده، يعني لعازر مثلا كان ميت وقام لكن مات بجسد طبيعي، لكن الرب يسوع هو الوحيد او اول واحد، ده التعبير الصح، اول واحد يقوم بجسد ممجد، عشان كده اسمه البكورة. احنا المؤمنين بتوع العهد الجديد هنقوم في الاختطاف، لو كنا متنا او لو كنا موجودين هنبقى عندنا اجساد ممجدة. يبقى اذا هنعرف
هنملك ازاي مع الرب من خلال رؤية الرب بعد ما قام بالجسد الممجد. بعد ما قام بالجسد الممجد ظل 40 يوم قبل يعمل ايه الكتاب بيقول قبل ما يصعد الى السماء، قعد 40 يوم يتعامل على الارض بس بجسد ممجد. بجسد ممجد يقدر يتعامل بيه مع التلاميذ، وفي نفس الوقت مكان بجسد حر بقى، يعني يتنقل فوق تحت. احنا هنبقى زي الرب يسوع في 40 يوم، عندنا اجساد ممجدة، نقدر تبقى مساكنين في اورشليم السماوية، بنزور الارض، بنتعامل مع الناس زي ما الرب يسوع في 40 يوم كان يتعامل مع الناس، مع التلاميذ مثلا، وبيكلموا. احنا برضو هنعمل كده. فدول هيشتركوا في حكم الارض مع الرب، مع مؤمنين العهد الجديد، مع مؤمنين العهد القديم. وهنا يقول لك عاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. طيب والناس التانية بقى اللي ماتت من الخطاه بقى، سواء في الضيقة دي او في الماضي، في كل الوقت اللي مضى، الخطاه اللي ما اتغسلوش بالدم، ما خدوش الولادة التانية، ما امنوش بالرب يسوع، ايه اللي يحصل لهم؟ يقول لك واما بقية الاموات فلم تعش. يبقى كلمة تعش دي يعني ايه؟ يعني ما قامتش، يعني الاجساد بتاعتها. شرحنا ان كلمة تعش دي معناها في سفر الرؤيا ان اجساد تقوم من الموت. لم تعش يعني ما قاموش من الموت، هتقعد كده ميتة الاجساد دي. طبعا نفوسها في الانتظار، في انتظار العقاب الابدي، لان دي نفوس خطاة. فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. بعد 1000 سنة هتقوم بقى هذه الأجساد، لكن مش هتقوم بأجساد ممجدة، لا، هتقوم بأجساد قابلة أن تعيش إلى الأبد، ولكن ستتعذب. ليه؟ لأن دول الخطايا ما اتغفرتش بتاعتهم، وأجرة الخطية موت، يعني عذاب أبدي. أما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة، هذه القيامة الأولى. يبقى القيامة الأولى هي أن الناس تقوم بأجساد ممجدة وتسكن في أورشليم السماوية خلال 1000 سنة. دي القيامة الأولى. لكن عندنا قيامة أخيرة. القيامة الأخيرة دي بتاعت مين بقى؟ دي بتاعت الخطاة. هتتم امتى؟ بعد نهاية 1000 سنة الخطاة هيقوموا من الأموات، بس هيقوموا من الأموات للعذاب. عشان لما الخاطي بيعمل خطايا بيعملها بروحه بس؟ لا، بيعملها بروحه وجسده. عشان كده العذاب الأبدي مش هيبقى نصيب الروح بس، هيبقى اللي اشتركوا في الخطية، اللي اشتركوا في الخطية روح وجسد، أو نفس وجسد، الاتنين هيتعذبوا. عشان كده لازم الأجساد دي ستقوم بأجساد تدوم، هتعيش إلى ما لا نهاية، لكن مش هتبقى في مجد، هتبقى في عذاب. عزيزي المشاهد، المهم أنت، أن أنت يبقى عندك ثقة إنك مش هتقوم بعد 1000 سنة، لا، عندك ثقة إنك أنت خلال 1000 سنة هتبقى في جسد ممجد. لازم تبقى عندك هذه الثقة. الثقة دي تجيبها منين؟ الثقة دي تجيبها من الكتاب المقدس، من كلمة الله. كلمة الله بتقول إيه؟ بتقول اللي بيؤمن إيمان حقيقي بالرب يسوع لن يهلك. مدام لن يهلك يبقى هيحصل له ايه؟ هيبقى ليه نصيب في هذه القيامة اللي هي هتبقى بالنسبة لنا في الاختطاف. اللي آمن بالرب يسوع بقلبه، لازم يبقى عندك ثقة انك انت امنت بالرب يسوع، وعندك ثقة ان بقي ليك حياة ابدية، وعندك ثقة ان بسبب ايمانك بالرب يسوع خطاياك اتغفرت، وبسبب ايمانك بالرب يسوع، إيمانك القلب الحقيقي، إيمانك الحي، بسبب إيمانك القلب الحقيقي بالرب يسوع خطاياك اتغفرت، وعشان كده في 1000 سنة هتبقى إيه؟ هتبقى بجسد ممجد، بجسد سماوي،
تسكن في أورشليم السماوية تشارك الرب الملك على الأرض، تبقى زي دول اللي متكلم عنهم اللي هم شهداء الضيقة. أرى لك بعض الآيات، أرى لك أولا من رسالة يوحنا الرسول الأولى، انتبه إلى هذه الكلمات، هذه الشهادة، هنشهد ونقول إيه؟ أن الله أعطانا حياة أبدية، أعطانا حياة أبدية، دي عطية من الله، وهذه الحياة هي في ابنه في الرب يسوع. من له الابن، يعني أي واحد ليه الرب يسوع بالإيمان، خد الرب يسوع جوه قلبه، قبل الخلاص، إيه؟ من له الابن فله الحياة. مدام ليا الحياة يبقى مش أهلك، مش أهلك يعني مش هقوم في القيامة الأخيرة أو القيامة الثانية، لا، ده أنا هقوم إذا كنت مت في الاختطاف. عزيزي المشاهد، مهم أن يبقى الرب يسوع في قلبك، مهم أنك تكون رحبت بالرب يسوع، قبلت خلاص. ومن له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. بعدين يقول إيه في آية 13، كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين. أنا أشوف نفسي، هل أنا من هؤلاء المؤمنين ولا لا؟ يعني هل أنا عندي علاقة بالرب يسوع؟ هل أنا أمنت بقلبي بالرب يسوع؟ كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين. طبعا مش بيكتب لمؤمنين شكليين، بيكتب لمؤمنين حقيقيين، أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، عشان يبقوا متأكدين أن ليهم حياة أبدية. أقرأ لك من رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15، بولس بيقول وذا سر أقوله لكم، ده سر يعني ما كانش معروف قبل كده، اتعرف للبشرية من خلال بولس، إيه؟ لا نرقد كلنا، يعني مش كلنا هنموت، لأن لما يجي الاختطاف في مؤمنين في العهد الجديد يقول لسه عايشين، ولكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، باسم الرب يسوع يبقى عندنا ثقة نقول كده مع بولس، كلنا نتغير، كلنا هيبقى لينا أجساد ممجدة، هنبقى سماويين، وكلنا سنملك مع الرب، مش لينا نصيب في القيامة الأولى، مش في القيامة الثانية أو القيامة الأخيرة اللي هي قيامة الخطاة. وهكمل معاك في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب ثق في الدم، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.